احتفلت رعية سيدة البشارة للاتين في مدينة بيت جالا بفلسطين بعيد أحد العنصرة بحسب التقويم الغربي، وذلك في قداس احتفالي ترأسه الأب سالم حنا كاهن الرعية، وحضور جمع غفير من المؤمنين، حيث تقام لأول مرة قداديس الأحاد بعد الإغلاق الذي استمر لنحو شهرين بسبب جائحة كورونا. إلى المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوة. روح الرب ملأ المسكونة وواسع الكل عنده علم كل كلمة، هللويا. تختتم الكنيسة الزمن الفصحي بعيد العنصرة الذي من خلاله تعيش الكنيسة مجدداً حلول الروح القدس الذي حل على مريم والتلاميذ المجتمعين في العلية. فترأس الأب حنا سالم كاهن رعية سيدة البشارة في بيت جالا قداساً احتفالياً، فامتلأت أدراج الكنيسة بالمؤمنين، وخصوصاً أنه أول يوم يقام فيه قداديس الأحد بعد الإغلاق بسبب جائحة كورونا. تعلمنا الكنيسة الأولى أن المسيح الذي مات وقام وصعد إلى السماء وتمجد عن يمين الآب تمم عمله بإضافة الروح القدس على جماعة الرسل يوم العنصرة. اليوم هو عيد العنصرة، وهو الأحد الأول اللي بنفتح فيه فعلا أبواب الكنيسة لاستقبال المؤمنين بعد ما انغلقت هاي الأبواب لفترة طويلة بسبب جائحة الكورونا. فأول أحد بنحتفل فيه كرعية بحضور الناس والأبواب مفتوحة، وكان لنا النعمة أنه يكون هذا الأحد هو أحد الروح القدس اللي فيه حل الروح القدس على العذراء والرسل وعلى الكنيسة، وانطلقت الكنيسة وفتحت الأبواب وخرجت إلى العالم بأسره. وإن شاء الله يكون هذا بشرى أمل وخير لكل إنسان معذب أو كل إنسان قلق وكل إنسان خائف، ويكون سبب بنعمة الرب والروح القدس للشفاء البشرية جمعاء وبلادنا من وباء وجائحة الكورونا ومن كل مرض جسدي ومرض روحي. عيد العنصرة اللي احتفلنا فيه هو عيد حلول الروح القدس على العذراء والرسل، العيد اللي بذكرنا الرب فيه إنه بحبنا وأنه حاضر معنا بروح القدوس ويرافقنا بروح القدوس، وأنه إحنا جسد المسيح الواحد الذين كلنا نجتمع في يسوع الرأس ويسوع الواحد الغير مقسم والروح القدس الذي يجمعنا الواحد الغير مقسم. وإذا في رسالة كمان لهذا العيد هي رسالة أنه كلنا نجتمع في محبة يسوع المسيح لنكون الجسد الواحد الذي يشهد للمسيح في هذا العالم من خلال قولنا وعملنا، نكون شهود الكلمة، شهود الروح، وشهود يبعكسوا صورة الكنيسة اللي هي صورة يسوع المنظور في هذا العالم. يسوع قال أنتم ملح الأرض وأنتم نور العالم وأنتم الخميرة في العجين، والروح القدس هو اللي بيساعدنا نكون فعلا هذا النور ونكون هذا الملح ونكون هذه الخميرة. اليوم بنحتفل في عيد العنصرة عيد حلول الروح القدس على العذراء والرسل، وتزامن عيد العنصرة السنة أو في هذه الفترة إنه فتحت أبواب الكنائس وقدرنا إنه نحتفل مع كل الرعية، لأنه كنا نصلي من بيوتنا في زمن جائحة الكورونا. وبنشكر ربنا وبنشكر نورسات على هذه اللقاءات وعلى متابعتنا. طبعا اليوم أحد العنصرة هو أحد قداس احتفالي بنحتل فيه مع الرعية. هذا القداس كان مميز غير عن كل القداديس بسبب الكورونا. طبعا احنا من أسبوع فتحت عنا الكنيسة وهذا كان أول أحد وامتلأنا فيه من نعمة ربنا ونعمة الروح القدس اللي برافقنا واللي خلى الكنيسة تفتح في فلسطين وفي الأردن، وإن شاء الله عما قريب تفتح في كل العالم وبكون للجميع خير ونعمة.
فيسوع القائم من بين الأموات والذي صعد إلى السماء أرسل روحه إلى الكنيسة لتعيش العنصرة من جديد، كي يتمكن كل مسيحي من مشاركته حياته الإلهية ويصبح شاهداً حقيقياً له في العالم. لنرسات مارلين الحدوة من كنيسة سيدة البشارة بيت جالة.